إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني الطلبة، سنقوم من خلال هذا الفيديو على كيفية حل جملة معادلة لوغاريتمية في العبارات اللوغاريتمية. تابعوا جيدا، أعطي لنا مجهولين، قال حل في آر مربع. كلمة آر مربع أبنائي لما يعطي لكم مجهولان اللي هو إكس وإجراج وزاد. قادر يعطي لكم R مكعب لما يعطي لنا ثلاث مجاهيل X, Y, Z هكذا. هنا أعطى لنا X و Y. لاحظوا قبل أن نقوم بحساب X و Y عليكم بتعيين مجموعة التعريف. مجموعة التعريف يعني ما معناها؟ معناها نعلم أن اللان X يجب على الذي يكون بداخل اللان قيمة موجبة. يعني الشرط الأول أنه يجب أن يكون X عدد موجب، وإجراك كذلك لان إجراك قلنا ما بداخل اللان يجب أن يكون قيمة موجبة، يصبح كذلك إجراك هكذا. هذه هي الشرطان. يعني إذا وجدنا قيم سالبة لا نأخذها، يعني تصبح مرفوضة، يجب علينا أن نقبل إلا القيم الموجبة. إذن هذه هي مجموعة التعريف، أن إكس يكون موجب وإجراك يكون موجب. الآن ننطلق. إذا لاحظوا إلى المعادلة الأولى، هذه رقم واحد وهذه رقم اثنان. ما رأيكم أن نأتي إلى هذه المعادلة الأولى نضربها في ناقص ثلاثة حتى يعني نقضي على لان إيكغريك؟ لاحظوا نضرب واحد في ماذا؟ في العدد ناقص ثلاثة، نتحصل على ماذا؟ لاحظوا ناقص ستة في لان إكس هكذا، ناقص ثلاثة في لان إجراج يساوينا ماذا؟ ناقص ثلاثة. قمت بالضرب فقط. نأتي بهذه القيمة نكتبها في مكانها، خمسة لان إكس زائد ثلاثة في لان إجراج يساوينا أربعة. الآن نستعمل بينهم الجمع. ماذا يحدث أمامكم؟ يحدث أن هذا يذهب مع هذا مباشرة، وهذا ناقص ستة زائد خمسة كم؟ تعطينا ناقص اللوغاريتم، لأن ناقص ستة زائد خمسة هو ناقص واحد في لوغاريتم إكس. هذا ذهب إلى الصفر مباشرة، إذا هذا ذهب. تبقى ما عندكم هذا مع هذا بالجمع تعطي لكم واحد. إذا بقي، لاحظوا بقي المجهول هو الإكس، هو اللان إكس. عندنا هذا الناقص وفي أصله ناقص واحد، إذا انتقل ينتقل هنا إلى المقام، تصبح لان إكس يساوينا ناقص واحد على واحد هو ناقص واحد، أن هكذا لأن هذا ينتقل قلت إلى المقام. بما أن تابعوا، هل يمكن للان إكس تساوي عدد سالب؟ نعم، الدالة اللوغاريتمية لا تقبل في بداخلها هنا تقبل القيم السالبة، ولكن هي تستخرج القيم السالبة. والدل على ذلك لوغاريتم زيرو زائد تعطي لنا زائد، لاحظوا صفر زائد تعطيكم ناقص، يعني تعطي قيم سالبة عادي. لاحظوا إلا أن هذا مضروب في ماذا؟ مضروب في واحد، ناقص واحد أكيد هو مضروب في واحد. وتذكروا أن اللان الأسية كم يساوي؟ هو الواحد. لان الأسية هذه قيمة مشهورة، لان 2.71 هو واحد. يعني تتابعوا تصبح لان إكس يساوينا، نعوض هذا بماذا؟ بهذه القيمة، تصبح ناقص واحد في لان الأسية. عوضت هذا الواحد بماذا؟ بلان الأسية. عندنا من خصائص الدول الأسية اللوغاريتمية أنه هذا يصعد، تصبح ماذا؟ تابعوا، تصبح تساوي لنا لان إكس يساوي لنا لان أسية ناقص واحد هكذا، أسية ناقص واحد. ندخل على عندكم قاعدة كذلك، عندنا لا أسية هكذا، أسية لان أ تعطي لنا أ، حيث أ عدد موجب، دائما الأ قلت عدد موجب. عندنا أسية لان أ هي أ، ندخل من هنا، تابعوا ندخل من هنا الأسية، وندخل من هنا الأسية، إلا أن تساوي يعني مكانه يتغير هنا، دخلت الأسية على العبارة هكذا، يحدث نفس القانون هذا. ماذا يصبح؟ يصبح إكس يساوينا
أسية ناقص واحد. كيف طبقت هذه القاعدة؟ انظر، أدخلت الأسية ها وتساوي على الخط هنا، هذا ينزل وتذهب هذه مع هذه وهذه مع هذه، تبقى لكم هكذا. إذن ها هي الإكس قد ظهرت، هي ناقص أسية ناقص. هل هذه القيمة موجبة؟ نعم هي قيمة موجبة، لأن هذه في أصلها إكس يصبح يساوي لنا واحد على الأسية، واحد على 2.71 هي قيمة موجبة. إذن هذه الشرط يبقى دائما أنه إكس موجب. ها هو، فيكم من يقول قيمة سالبة؟ لا، هي قيمة قلت موجبة. نأتي الآن إلى ونعوض في المعادلة مثلا الأولى بقيمة ماذا؟ قيمة إكس. سنأتي بهذه القيمة ونعوضها هنا. إذا نعوض قيمة إكس في المعادلة واحد، نجد ماذا نجد؟ نجد تابعه، نجد هكذا اثنان في لان ماذا؟ الإكس ها هو قيمته، أسية ناقص واحد زائد لان إيجراج يساوي لنا واحد. تابعوا فقط، عندنا لاحظوا إلى هذه الخاصية الذي قلت لها، هذا يصعد كما عنده الحق أن كذلك يعود ينزل، إذا كان هذا القيمة دائما موجبة. إذن هذا ينزل، ماذا يصبح؟ يصبح هكذا ناقص اثنان، لأن هذا ينزل ناقص واحد في اثنان هو ناقص اثنان في لوغاريتم الأسية، زائد لوغاريتم إيجراج يساوي واحد. وتعلمون أن لان الأسية قلت هو كم؟ هو واحد، يعني تصبح ناقص اثنان زائد لان إيجراج يساوي واحد. بما أنها معادلة يعني ننقل هذا إلى هذا الطرف، يصبح لان إيجراج يساوي واحد، وهذا يأتي من هنا يعني يصبح زائد اثنان تصبح ثلاثة، إلا أن الثلاثة في أصل في ماذا مضروبة؟ كذلك مضروبة في واحد، وواحد قلنا هو ماذا؟ هو لان الأسية. تابع يعني أمور استنتاجية 100%. يصبح لان إيجراج يساوي لنا هذا قلنا هو نفسه لان الأسية، لأن الواحد هذا يصعد، يصعد قم بالصعود، تصبح لان أسية هكذا قوة ثلاثة هكذا. ندخل الأسية مثل ما فعلنا هنا، تصبح ماذا؟ هكذا، أي نقول أي أسية لان إيجراج تساوي لنا أسية لان أس هكذا. بما أن قلنا الأسية يذهب كل شيء يعني ينزل إلى هكذا، يصبح إيجراج يساوي لنا أسية ثلاثة هكذا. إذن ها هي الإيجراج وها هو الإكس. كيف نكتب الآن؟ تابعوا، وكذلك نقوم بعملية التحقيق، هل يعني الحلول التي وجدناها قيمة هي تحقق المعادلة أم لا؟ إذن نقول S مجموعة الحلول يساوي الثنائية X كم؟ أسية ناقص واحد، والإيجراج كم؟ الأسية قوة ثلاثة. هكذا بما أنها ثنائية يجب علينا أن وضع هذا الأقواس يعني X وإيجراج، لهذا سميت R مربع يعني ثنائية. الآن مثلا لو نأتي إلى التحقق، هل يعني نحن على صواب أم لا؟ نقوم بتعويض هذه القيمة هنا وهذه القيمة هنا، هل نجد واحد أم لا؟ تابعوا، تصبح اثنان في لان أسية ناقص واحد زائد لان أسية قوة ثلاثة، هل تساوي واحد؟ هل تساوي؟ نبحث، تساوي، هذا ينزل تصبح ناقص اثنان، وهذا ينزل تصبح ناقص اثنان في لان الأسية زائد ثلاثة في لان الأسية يساوي، هذا قلنا واحد وهذا واحد، تعطي لكم ناقص اثنان زائد ثلاثة تعطي لنا واحد. ها هي، إذا نحن على صواب. نأتي إلى المعادلة الثانية ونجرب كذلك، نعوض، تصبح خمسة في لان أسية ناقص واحد زائد ثلاثة في لان أسية قوة ثلاثة تساوي، هذا ينزل
وهذا ينزل، يصبح ناقص 5 مع اللام الأسيقون يذهب إلى 1، عفوا زائد 9، لأن 3 في 3 يصبح كم؟ 4. إذن صحيح. بهذه البساطة قمنا بحل جملة هذه المعادلة. وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو، وزوروا قناتنا الموجودة على اليوتيوب، وجزاكم الله خيرا.